الطائر ده عنده ميزة مش موجودة عند باقي الطيور، وده ليه؟ هقولك ليه، بس الاول لازم تعرف ايه الطائر ده. الطائر ده يا سيدي نوع من انواع الطنان، وسموه طائر النحلة الطنان عشان يعتبر هو اصغر طائر على وجه الارض، لدرجة ان وزنه ما بيحصلش الاتنين جرام، يعني في الغالب مش هتاخد بالك منه لو معدي جنبك. الطائر ده عنده ميزة مش موجودة عند باقي الطيور، وهي انه بيقدر يطير لورا على عكس باقي الطيور اللي بتقدر تطير قدام بس، عامل فيها مايكل جاكسون. قول لنا في التعليقات، هل اول مرة تشوفه ولا شفته قبل كده؟